بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الجيومتريك انتويشن أو الجيومتريك انتربريتيشن للليرنينج رول بتاعت البيرسبترون، تمام؟ التفسير الهندسي لطريقة عمل الليرنينج رول. طبعا عندنا في البداية لو عندنا تو كلاسز، كلاس واحد وكلاس زيرو، تمام. عندنا الديسيجن باوندري بيفصل ما بين الاليمنتس بتوع الكلاس واحد والاليمنتس بتوع الكلاس زيرو، تمام. عندنا الويت فيكتور المفروض يبقى بيربنديكولار تو ذا باوندري، المفروض لازم يكون الويت فيكتور ده عمودي على الديسيجن باوندري. ليه لازم يكون عمودي على الديسيجن باوندري؟ عشان احنا بنحسب السمشن بتاع اكس اي في دبليو اي، تمام. بنشوف السمشن ده لو كان اكبر من اقل من او يساوي الزيرو، تمام، في الحاله دي بيبقى كلاس زيرو مثلا. لو كان اكبر من الزيرو بيبقى كلاس واحد، تمام. السمشن ده عباره عن الدوت برودكت. دوت برودكت المعادلة بتاعته عبارة عن ايه؟ W ترانسبوز X أو X ترانسبوز W، هما الاتنين واحد، تمام؟ هيساوي معيار ال W في معيار ال X في كوزين الزاوية المحصورة ما بين المتجهين. لو المتجه بتاع ال decision boundary هنا اهو، عند ال decision boundary المفروض ال summation ده بيطلع بزيرو. عند ال decision boundary summation بزيرو، لو كان قيمة موجبة بيبقى كلاس واحد، لو كان قيمة سالبة بيبقى كلاس زيرو، تمام؟ طيب الدوت برودكت عبارة عن معيار المتجه الويتس في معيار المتجه اكس في كوزاين الزاوية المحصورة ما بينهم. يبقى لازم عندي الديسيجن باوندري عشان القيمة دي تطلع بصفر لازم تكون الزاوية دي 90، عشان كوزاين 90 بكام؟ بصفر. This needs to be 0 as the boundary and it is 0 at 90 درجة. يبقى لازم تكون الزاوية دي 90 درجة ما بين متجه الويتس والمتجه بتاع الديسيجن باوندري عشان ايه؟ يطلع لك الناتج بتاع الدوت برودكت بصفر، تمام. طيب يبقى المفروض الناتج بتاع الدوت برودكت يطلع هنا بقيمة موجبة ويطلع هنا بقيمة سالبة. طيب لو عندي نقطة مثلا في الحتة دي، نقطة في الحتة دي، حاصل الدوت برودكت عبارة عن ايه؟ المتجه بتاعها، متجه الانبوت بتاعها كده اهو، تمام، مع المتجه بتاع الويتس. الزاوية المحصورة ما بينهم دايما هتلاقي اقل من 90. اي نقطة في المكان ده هتلاقي الزاوية المحصورة ما بينها وبين المتجه بتاع الويت اقل من 90، تمام. ونفس الكلام اي نقطة في الحتة دي هتلاقي العكس صحيح، ان الزاوية المحصورة ما بين المتجه ده والمتجه بتاع الويت دايما اكبر من 90. فهنا الدوت برودكت بيطلع بقيمة موجبة عشان الكوزاين الزاوية الاقل من 90 دايما بقيمة موجبة، وهنا بيطلع بقيمة سالبة. طبعا ده قيمة موجبة وده قيمة موجبة، فده اللي بيحدد الاشارة النهائية لحاصل الدوت برودكت، تمام. طب الليرنينج رول بتاعت البرسبترون شغالة ازاي؟ امتى بيغير؟ بيغير بيحسب الواي هات، تمام، وبيحسب الايرور. الايرور عبارة عن الواي ناقص الواي هات، الواي الاكتشوال بتاعت الداتا سيت ناقص الواي هات اللي طلعت من الموديل، تمام. فانت عندك كام احتمال للايرور؟ عندك يا اما يطلع بزيرو، يا اما يطلع بواحد، يا اما يطلع بسالب واحد. يطلع بزيرو يبقى ما حصلش اي ايرور، معناها هي طلعت واحد و هي المفروض تطلع واحد وطلعت واحد، او المفروض تطلع زيرو وطلعت زيرو، فكده الايرور بزيرو. فانا بضيف الايرور ده في متجه الانبوت على الويت، على متجه الويت، تمام. وبعد كده يبقى المتجه الويتس الجديد، متجه الويتس الجديد عباره عن متجه الويتس القديم زائد الايرور في متجه الانبوت. لو الايرور بزيرو يبقى كان ال دبليو ما اتغيرتش، الدبليو هتساوي الدبليو القديمه. لو كان الايرور بواحد، ايرور واحد يطلع امتى؟ بواحد، لو كانت الواي طلعت بواحد والواي هات بزيرو، تمام، معناه هو طلعها زيرو وهي المفروض تطلع بواحد، يبقى في ايرور قد ايه؟ بواحد. يبقى كده بضيف كأني بضيف الانبوت فيكتور نفسه، واحد في الانبوت فيكتور على الويت فيكتور، كأني بضيف الانبوت فيكتور على الويت فيكتور عشان اطلع الويت فيكتور الجديد. او الايرور يطلع بسالب واحد، كأني بشيل الانبوت فيكتور من الويت فيكتور عشان اطلع الويت فيكتور الجديد، يبقى كأني بطرح الانبوت فيكتور من الويت فيكتور عشان اطلع الويت فيكتور الجديد، تمام. طيب يبقى عندي مثلا لو طلعت عندي مثلا نقطة في المكان ده، نقطة في المكان ده الزاوية المحصورة ما بينها وما بين الويت فيكتور هتكون أقل من 90، فهطلع بقيمة موجبة وهي المفروض تطلع مثلا بواحد. يعني أنا طلعت واحد والمفروض يطلع واحد، فالطبيعي إن أنا مش هغير في الديسيجن باوندري ده. أو لو طلعت مثلا بزيرو هي المفروض تطلع بزيرو، تمام. ففي الحالة دي هتلاقي اللي حاصل الدوت برودكت أقل من الزيرو، ففي الحالة دي هيطلع الايرور بزيرو، تمام. هي طلعت زيرو المفروض تطلع زيرو، فايرور بزيرو، فمش هغير في الويت فيكتور. فما دام ما غيرتش في الويت فيكتور فهيفضل الديسيجن باوندري عمودي عليه بالشكل ده ومش هيتغير. طب لو حصل ايرور، حصل ايرور يبقى ايه اللي هيحصل؟
ان مثلا طلعت واحد هنا اهو، تمام، طلعتها بواحد، وهي المفروض طلعتها بزيرو كده، طلعها بزيرو وهي المفروض تطلع بواحد، تمام، طلعتها بزيرو هي المفروض تطلع بواحد، تمام، إذا الديسيجن بودري كأنه طلعها بزيرو وهي المفروض تطلع واحد، فكده الايرور عبارة عن الواي ناقص الواي هات، تمام، الواي هي الكلاس الأساسي ليها اللي هي واحد أصلا الأكتشوال، وهي طلعت زيرو، يبقى الايرور بواحد، يبقى كأني هضيف الانبوت فيكتور على الويت فيكتور. هضيفه ازاي؟ هرسم الويت فيكتور كده اهو، ادي الانبوت فيكتور اهو، ده الانبوت فيكتور بتاع الداتا انبوت دي، تمام، هضيفه على الويت فيكتور. هضيفه ازاي؟ هضيف المتجه، ممكن ترسم متجه هنا اهو موازي ليها وبنفس الطول، موازي للمتجه بتاع الانبوت بنفس الطول، يبقى ده المتجه بتاع حاصل جمع المتجهين مع بعض، ده المتجه بتاع حاصل جمع المتجهين مع بعض، يبقى ده الويت فيكتور الجديد. يبقى الويت فيكتور القديم زائد الانبوت فيكتور هديك الويت فيكتور الجديد، وترسم عمودي عليه يديك الديسيجن باوندر الجديد، يبقى كده حط الواحد مع الوحيد دول، تمام. طيب لو حصل ايرور بطريقه ثانيه، انه مثلا طلعها بزيرو، تمام، طلعها بواحد وهي المفروض تطلع زيرو، يعني دي المفروض اصلا زيرو وهي طلعها بواحد، هيحصل ايه؟ هيحصل نفس الكلام، ادي الانبوت فيكتور اهو، تمام، عامل زاوية اقل من 90، فهطلع لك قيمة موجبة واي ناقص واي هات، واي ناقص واي هات، المفروض الواي هي بزيرو، بس الواي هات بواحد، تمام، يبقى صفر ناقص واحد بسالب واحد، سالب واحد كأنك هتشيل الانبوت فيكتور من الويت فيكتور، هتطرح ده من ده، تطرح ده من ده، هو حاصل جمع الفيكتور ده مع الفيكتور ده هيديك الويت فيكتور، الفيكتور ده مع الفيكتور ده هيديك الويت فيكتور، يبقى الويت فيكتور ده ناقص ده هيديك الفيكتور ده، يبقى ده المفروض يبقى ايه؟ ده المفروض يبقى الويت فيكتور الجديد. الويت فيكتور الجديد هتروح راسم ديسيجن باوندري بالشكل كده عمود عليه، تمام، يبقى ده الديسيجن باوندري الجديد، تمام. طبعا هنا طلع لك مجموعة من الايرور، يعني هو عدل حاجة وبوظ حاجة تانية، المفروض هو مع الوقت المفروض ايه هيطلع لك افضل حل، تمام. يبقى فهمنا طريقة التعديل بتاع الديسيجن باوندري. نفس الفكرة، هنا الويت فيكتور المفروض يبقى بيربنديكولار عشان الدوت برودكت هنا عند الديسيجن باوندري المفروض يطلع بزيرو، يبقى ازاي المفروض يبقى عامل 90 مع المتجه بتاع الفيكتور، المتجه بتاع الويت فيكتور، تمام. طيب هنا اي نقطة المفروض عاملة زاوية اقل من 90 مع الويت فيكتور، تمام، هنا اي نقطة المفروض عاملة زاوية اكبر من 90 مع الويت فيكتور، تمام. طيب هنا طبعا بيقول لك ده الكوريكت سايز ده الرونج سايز للليبل 1، تمام، ادي الويت فيكتور، المفروض اي نقطه هنا المفروض تبقى تبع الليبل 1، تمام، لو جبت النقطه هنا اهو يبقى المفروض حصل ايرور، الدوت برودكت بتاع الزاويه ويكون الزاويه اقل من 90 دايما بيطلع بقيمه موجبه، تمام. طب لو حصل ايرور، المفروض نقطه مثلا طلعتها هنا المفروض هي الموديل طلعها بزيرو وهي المفروض تطلع واحد، يبقى هيعمل ايه؟ هيغير المفروض المكان بتاع الويت فيكتور، تمام، هيغيره ازاي؟ ادي الويت فيكتور القديم باللون الاخضر، تمام، وادي الانبوت فيكتور باللون الاحمر، هروح ضايف الويت فيكتور، الويت فيكتور على الانبوت فيكتور، هضيفه ازاي؟ هجيبه من هنا اهو ويحطه كده اهو موازي ليه بنفس الطول مع الانبوت فيكتور، تمام، والناتج بتاعه هيديك الفيكتور ده، يبقى ده النيو ويت فيكتور. النيو ويت فيكتور يبقى ترسم له ديسيجن موديل جديد كده اهو عمود عليه، تمام. طبعا حصل الجامعة ده ممكن تعمله كذا طريقة، يا اما تجيب الويت فيكتور هنا اهو موازي ليه، او تجيب الانبوت فيكتور موازي للانبوت فيكتور ده، تمام، هتجيبه كده اهو موازي ليه نفس الطول، تمام، هديك نفس حاصل الجمع، تمام، هديك الفيكتور ده برضه ترسم ايه عمود عليه، تمام. بنفس الفكره، سواء كان حصل الايرور الزيرو طلعها واحد او الواحد طلعها زيرو، هيعمل نفس الكلام، تمام. طبعا هنا بيقول لك شويه معلومات كده عن البرسيبترون. البرسيبترون فيه مجموعه من المشاكل، اول حاجه هو لينير كلاسيفاير، نو نون لينير باوندريز بوسيبل، دايما مثلا الكلاسز لازم تكون لينير ريسيفيربل عشان ايه يشتغل معاك مظبوط. مثلا المشكله بتاعت الاكس اور، لو كان عندك مثلا الكلاس مثلا هنا اهو بوحايد مثلا، وهنا بوحايد، وهنا بصفار، وهنا بصفار، مش هيعرف ايه يطلعها مظبوط، تمام، ده برضه باينري كلاسيفاير، تمام، باينري كلاسيفاير يعني يوصلك ما بين تو كلاسز بس، لو في اكتر من تو كلاسز مش هيشتغل معاك مظبوط. طبعا الكلام ده مع الكلاسيك بيرسبترون، يعني في فارينس من البيرسبترون ممكن تحل المشاكل دي، بس الكلاسيك بيرسبترون ما بيحلش المشاكل دي.
تمام. هنا does not converge if classes are not linearly separable. لازم يكون linearly separable عشان ايه؟ converge. الconverge معناها يقف عند حد معين ويرسم لك decision boundary بيفصل بالتمام بين ال two classes. تمام. لو ما كانوش linearly separable هيفضل يشتغل الى ما لا نهايه ومش ايه، مش هيطلع الحل مظبوط. هنا many optimal solutions برضه في مشكله انها ايه، ال optimal solutions ممكن تلاقيها كتير. يعني مثلا لو عايز decision boundary بيفصل ما بين ال two classes دول، تمام، فانت عندك decision boundary ده وعندك decision boundary ده وعندك decision boundary ده، كل ده بيفصل ما بين الكلاسز تو كلاسز دول، بس يعني واحد هو الافضل او المفروض هو افضل واحد هو اللي بيعمل generalization باكبر قدر ممكن. يعني ايه generalization؟ يعني لو في نقطة جديدة جت كده اهو، نقطة جديدة جت كده اهو مثلا، المفروض تبع الواحد المفروض ايه ال decision boundary الجديد ايه، يشمل النقطة الجديدة دي مع الواحد. طب لو النقطة الجديدة جت هنا اهو، يبقى المفروض الديسيجن باوندري ده مش هيشتغل مظبوط مع النقطة دي. تمام. المفروض تطلع الديسيجن باوندري اللي بيطلع لك أحسن حل في كل الأحوال. لازم يكون إيه أكتر حاجة إيه بتعمل جنراليزيشن. تمام. طبعا هنا بيتكلم لك عن الفان فاكت بتاعة البيرسيبترون. هنا بيقول لك إنه كان عايزين يعملوا أبلكيشن على البيرسيبترون بيشوف إذا كان في تانك اللي هو الدبابة دي موجودة في الصورة ولا لأ. تمام. فالمفروض هو جاب مجموعة من الصور فيها الدبابة وفي مجموعة من الصور ما فيهاش الدبابة، في الآخر طلع لك الـ accuracy بتاعته 100%، 100% correct distinction between these two different set of photographs. طلع لك إن الصور اللي فيها دبابة دايما بيطلع إن فيها دبابة، واللي ما فيهاش دبابة بيطلع لك إن ما فيهاش دبابة. تمام. بس اكتشفوا إنه ما بيشتغلش بطريقة مظبوطة، لأنه شغال على حسب كمية الإضاءة الموجودة في الصورة. يعني هو اكتشفوا إن الصور لما جو يحمضوها طلعت ان الصور دي طلعت فاتحه شويه والصور دي غامقه شويه، فهو كل الصور اللي اتصورت وفيها الدبابه كان دايما ايه بتبقى بلون فاتح، تمام، والصور ما فيهاش الدبابه كان بلون غامق. فهو قارن ما بين الالوان، تمام، وطلع الاوتبوت بناء على كده، ما طلعش بناء على اذا كان فيها دبابه ولا لا. تمام. بس هو بيقول لك هو كويس ان هو ايه، هو فيري كليفر لانه ايه قدر يستنتج طريقه يطلع بيها الديستنكشن ما بين التو two types of images. تمام. طبعا هنا ده المثال بتاع اللي هو التعديل بيحصل ازاي. تمام. هنا قلنا ده ال weight vector عمودي على ال decision boundary. لو جات لك نقطة نقطة زي دي مثلا، طلع طلعها هنا بواحد، فمش هعدل على الديسيجن باوندري، فالديسيجن باوندري كده كده ايش قال مظبوط، لان الزاويه هنا محصوره ما بين الانبوت فيكتور والويت فيكتور، هتلاقي اقل من 90 فطلع لك الايرور بزيرو. طب لو كانت النقطه دي هنا اهو، تمام، هي المفروض هي تطلع بواحد وهو طلعها بزيرو، الديسيجن باوندري طلع لك ان دي تبع الكلاس ده، فالمفروض ايه طلعها، طلع ايرور. تمام. فهقارن ما بين الواي والواي هات. تمام. واي ناقص الواي هات، واي المفروض الاكشوال بتاعتها بواحد والواي هات بزيرو، يبقى الايرور بواحد. المفروض هيضيف الانبوت فيكتور على الويت فيكتور ده، هيضيفه ازاي؟ ادي الويت فيكتور بتاع الانبوت فيكتور بتاع النقطة دي، تمام، هرسمه بالشكل ده، تمام، هتضيفه على الويت فيكتور ده. فممكن تجيب موازي للويت فيكتور بالشكل ده من النقطة دي، تمام، موازي ليها بنفس الطول، تمام، وحاصل جمع الفيكتور ده مع الفيكتور ده هديك الفيكتور الجديد. الفيكتور الجديد هيبقى الفيكتور ده. تمام. الفيكتور ده هرسمه بالشكل ده، تمام، ده الفيكتور الويت فيكتور الجديد. تمام. الويت فيكتور بتاع حاصل جمع تو فيكتورز دول هترسم عمود عليه بالشكل ده، تمام، عمود عليه عشان يديك الديسيجن باوندري الجديد. تمام. يبقى ده الديسيجن باوندري الجديد. تمام. يفضل يشتغل كده لحد ما يفصل بالظبط ما بين التو كلاسز. تمام. دي البرسيبترون جيومتريك انتويشن، الفكرة الهندسية لطريقة عمل البرسيبترون. تمام. شكرا وبالتوفيق.